سيادة السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء النور. سيادة السفير، يعني التصريح بتاع الخارجية الأمريكية يعني موافقتها على الضلوع في وساطة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في حل أزمة سد النهضة؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة كان ليها دور هام جدا في ظل إدارة الرئيس ترامب في إدارة مفاوضات كانت هي الأهم ربما والأنجح في 10 سنوات من عمر التفاوض، حيث قادت الولايات المتحدة في واشنطن مفاوضات هامة أسفرت عن التوصل لتسوية نحو 90% من مجمل النقاط التي شملها هذا الاتفاق. ومصر وقعت بالأحرف الأولى في الجولة الأخيرة في 22 فبراير 2020، وكانت إثيوبيا مدعوة والسودان حضرت السودان ولم توقع، ولكن إثيوبيا لم تحضر طبعاً. في الأساس في سابقة رغم أن المفاوضات كانت برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وده اللي بيخليني أسأل سعادتك يا فندم، متصور شكل أن تعيد أمريكا هيبتها مرة تانية، أن ترعى مفاوضات والطرف الأثيوبي يسيبهم ويسافر؟ طبعا أكيد كان بمعرفتهم، لكن أقصد أقول يعني ما سافرش من دماغه، لكن أقصد أقول أنه يعني هل تنوي الخارجية الأمريكية ضغطا حقيقيا في هذه المرة، ولا صراع مصالح شكله إيه، ولا بتشوف حضرتك موقف أمريكا إيه من القضية دي؟ يعني الولايات المتحدة زي ما ذكرت هي دولة ترتبط بعلاقات استراتيجية بدول المنطقة، بمصر وبالسودان وبإثيوبيا، وبالتالي أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وحوض النيل هم الولايات المتحدة، وبالتالي انخرطت الولايات المتحدة ممثلة زي ما حضرتك تفضلت في وزير خزانتها وبرعاية الرئيس ترامب ذاته اللي استقبل في مكتبه بالبيت الأبيض وزراء الخارجية والموارد المائية من البلدان الثلاث. وكذلك يعني كانت هناك وفود للبنك الدولي تتابع المفاوضات مع وزير الخزانة الأمريكي، فكانت رعاية البنك الدولي والولايات المتحدة يعني سبب في التوصل ل 90% من الاتفاق. نقص إثيوبيا عن وعدها وعدم حضورها الجلسة التي كان مرشحا خلالها أن يتم الانتهاء من 10% المتبقية والانتهاء بالتوقيع، لم تحضر إلى واشنطن أساسا في سابقة غير مألوفة. أما الآن فالكل يعلم أن الأمن والسلم الدوليين هو أمر من شأن مجلس الأمن ومن شأن أعضاء أصحاب السطوة والقوة كالولايات المتحدة التي تستطيع حماية لعلاقات استراتيجية بدول المنطقة، إدراكا منها أيضا يعني اللي يرشح أن الولايات المتحدة لابد أن تتحرك هو أن هناك تهديد صريح للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. فالمشهد يوحي بأن إثيوبيا حتى الآن لم تستجب لدعوة السودان للمبادرة الرباعية التي شارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. تلك الدعوة اللي السودان حملتها في رسائل للأطراف الدولية كافة، أراها أيضا دعوة هامة جدا أيدتها مصر، حيث أن إثيوبيا تستغل الإطار الإفريقي المجرد لإضاعة الوقت أو المفاوضات المباشرة للإطالة حتى يتسنى لها كما فعلت الملء بإرادة منفردة، ولن نقبله ولا أعتقد أن السودان تقبله ولا المجتمع الدولي. فالأنهار الدولية تحكمها علاقة مشتركة بين الدول المتشاطئة عليها، ولا يجوز لدولة فرض إرادتها على مسار نهل تملكه مع دول أخرى. بشكرك جدا سيادة السفير دكتور محمد حجازي.